Hello everyone. Today we will start to explain lesson 2 in concept 2. Activity number 4, food is energy. Put true or false. If you want to answer, please raise your hand. Energy flows from plants to animals in the ecosystem. True or false? لو انتوا عاوزين تجاوبوا عندكم اللي هي العلامة بتاعة raise your hand اللي هي الهاند اللي لونها أصفر دوسوا عليها عشان تجاوبوا. أنا لو عندي معنى السؤال الـ energy flows from plant to الطاقة بتنتقل من النبات إلى الحيوان في النظام البيئي، الكلام ده صح ولا غلط؟ أيوه يا نورسين اتفضلي. True. True. Excellent. Very good. طب number two. All living organisms get energy from their food. كل الكائنات الحية بتحصل على الطاقة من خلال الغذاء. نعم يا ملك. True. تمام. كويس. Excellent. Great job. Good job. هننتقل بقى للنقطة التانية. How do we get energy? إزاي بنحصل على الطاقة؟ Food and oxygen we breathe provide us with energy that we need throughout the day. يعني الأكل والأكسجين، الأكسجين اللي احنا بنتنفسه بيساعدنا إن احنا ناخد الطاقة اللي احنا محتاجينها خلال اليوم. يبقى الإنسان عشان يحصل على الطاقة محتاج حاجتين، الفود والأكسجين. يبقى food and oxygen we breathe provide us with energy that we need throughout the day اللي احنا محتاجينهم خلال اليوم. طيب النقطة التانية بقى، we need energy to do all activities. ايه فائدة الطاقة؟ الطاقة دي يا ولاد هي اللي بتساعدنا ان احنا نعمل all activities. زي مين؟ زي breathing، زي thinking، بنفكر او نتنفس او نتحرك، كل دي تعتبر activities. يبقى كمان مرة، food and oxygen will please provide us with energy that we need throughout the day. الأكل والأكسجين اللي احنا بنتنفسه بيساعدنا ان احنا نحصل على الطاقة. دي أول point. The second point, we need energy to do all activities. احنا محتاجين الطاقة دي عشان نعمل بيها ايه؟ To do all activities، عشان نعمل بيها كل الأنشطة. زي ايه يا مس؟ 3 حاجات احنا مهمين اهم: thinking بنفكر، breathing بنتنفس، moving نتحرك. طيب 3 نقطة بقى، there are some activities require a lot of energy such as a hard work or doing exercises. في بعض الأنشطة بتحتاج طاقة كبيرة، زي مثلا واحد بيروح يشتغل شغلانة صعبة صعبة جدا، زي مثلا اللي هو بيعمل climb the mountain، بيطلع على الجبال، أو مثلا واحد تاني بيعمل farming، فلاح في الغيط أو في الأرض. or doing exercises، الناس الأبطال اللي بيلعبوا رياضة بيبقوا محتاجين a lot of energy، طاقة كبيرة. طيب the fourth point، رابع نقطة، our bodies still use some energy even when we sleep. كمان الجسم بتاعنا بيحتاج الطاقة وهو نايم، يعني واحنا نايمين برضو محتاجين الطاقة. The primary source of energy. Primary source of energy يعني الطاقة الأولية. مين هو مصدر الطاقة في الكرة الأرضية كلها؟ The sun. بيقول الكتاب بتاعنا ده The sun is the primary source of energy. ممكن يجي السؤال هنا أكمل يقول إيه؟ Complete space is the primary source of energy. يبقى هنكتب إيه؟ هنكتب sun، هنكتب the sun. يبقى the sun is the primary source of energy for all organisms on earth to live، عشان نعيش grow and carry out life process. بتساعد الشمس تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي على الكرة الأرضية. The primary source of energy for all organisms، كل الكائنات الحية. طب هي بتساعد الكائنات الحية عشان تعمل ايه؟ أول حاجة ليه؟ عشان تعيش، عشان جرو تنمو، كمان تعمل العمليات الحيوية بتاعتها. زي ما احنا عارفين ان النبات بيعمل ايه؟ الفوتوسينثيس، بروسيس بوجود الصن لايت.
الله أكبر الله أعظم. How plants get energy from the environment؟ إزاي النبات بيحصل على الطاقة من البيئة؟ Plants can make their own food. النبات ممكن يعمل أكله بنفسه من خلال عملية اسمها photosynthesis process by absorbing the sunlight through their leaves and use the sun's energy to convert water and carbon dioxide gas into glucose sugar. يعني ايه بس الكلام ده؟ اول حاجة ان البلانت كان make their own food through photosynthesis. الكلام ده احنا عارفينه قبل كده، احنا قلناه كذا مرة في الدروس اللي فاتت، ان النبات بيعمل غذاء بنفسه عن طريق عملية البناء الضوئي. طب هو بيعمل عملية البناء الضوئي ازاي؟ اول حاجة absorb sunlight. طب والsunlight ده مين اللي بيعملها absorption؟ by ايه؟ by leaves. And use the sun's energy to convert water or carbon dioxide gas into glucose sugar. بعد ما بيحصل combination between الكربون دايوكسيد جاز مع الوتر بينتج حاجة اسمها الجلوكوز شوجر، ينتج السكر. طب فايدته ايه الجلوكوز ده؟ جلوكوز شوجر is the food of plants، هو ده الغذاء بتاع النبات. النبات محتاج غذاء، محتاج يصنع غذاء، بيروح يصنع الغذاء فين؟ في الليفز، في أوراق الشجر. طب الليفز دي بتعمل ايه علشان تعمل photosynthesis؟ absorb sunlight to allow carbon dioxide gas combine with water to produce sugar. This sugar is the food of a of the plant that provides them with energy. هو اللي بيساعد النبات ان هو يحصل على الطاقة. طيب عندنا بقى هنا سؤال، how animals get energy from the environment؟ ازاي الحيوانات، ازاي الحيوانات بتحصل على الطاقة من البيئة؟ احنا من شوية اتكلمنا ازاي النبات بيحصل على الطاقة من خلال الفوتوسينثيس بروسيس، وعرفنا الفوتوسينثيس بروسيس بتحصل ازاي. دلوقتي هنشرح الانيمالز ازاي بتحصل على الطاقة بتاعتها. animals including humans cannot make their own food. الحيوان والإنسان ما يقدروش يعملوا أكلهم بنفسهم. cannot make their own food but they get energy from the environment، ولكن هي بتحصل على الطاقة بتاعتها من البيئة. in which they live، في المكان اللي هم بيعيشوا فيه. different animal can get their food by، الحيوانات المختلفة الحيوانات بتحصل على الأكل بتاعها من خلال حاجات مختلفة. في بعض الحيوانات بتاكل بلانت بس، eating plants only، بتاكل الحيوان بتاكل النباتات فقط، زي الشيكن، زي الرابت، زي مين تاني، جوز والجوتس برضو والكاو، كل ده بياكل بلانت بس. طيب في بعض الانيمالز eating other animals that eat plants، في بعض الحيوانات تروح واكله بقى ايه، واكله الحيوان اللي بياكل النبات، يعني تروح تاكل الحيوان اللي بيتغذى على النبات. زي مين يا مثلا؟ زي مثلا تايجر او اللايون، الاسد يروح ياكل ايه، ياكل الديل، ياكل الغزاله، والغزاله بتروح تاكل نبات. طيب ثالث نوع بقى eating both plants and the animals، ياكل بقى الاثنين، ياكل الاخضر النباتات الخضراء وممكن ياكل كمان حيوان. زي مين؟ زي الهيومن. انا بقى وانا باكل، باكل التشيكن وباكل معاها سلطه، لما السلطه دي بتبقى بلانتس، والفراخ دي او التشيكن دي تعتبر انيمالز، يبقى بياكل ايه؟ الحاجتين. يبقى انا عندي 3 انواع من الكائنات الحيه، ان الانيمالز بتاكل بلانتس اونلي، والانيمالز ايت بلانتس، وكمان الايتنج بوث بلانتس اند انيمالز. From the previous explanation, we can conclude that من خلال الشرح السابق يمكننا استنتاج أن number one, the energy produced from the sun passes through all life on earth. إن الطاقة الناتجة من الشمس بتمر خلال الحياة على الأرض. طيب living organisms can either produce their own food such as plant، يعني الكائنات الحية ممكن تعمل تصنع غذائها بنفسها زي النبات، or get food from other organisms such as animal، ممكن تحصل على الأكل بتاعها من خلال الحيوانات including the human، زي مثلا الإنسان. طب آخر حاجة ال photosynthesis process is important for life on earth، عملية البناء الضوئي مهمة جدا على وجه الأرض أو للحياة على الأرض. طب يلا نشوف بقى احنا فهمنا الكلام اللي أنا قلته ده ولا لأ. اللي أنا هسأل
هسأل أنا إيه من غير ترتيب، ماشي؟ يلا، يعني أنا ما حدش يفتح النقل غير لما أقول بوت رو أور فول، بلانت كانت ميك ذير أون فود. يلا يا هدي، صح ولا غلط؟ بس يا مالا بلانت كانوت ميك ذير اون فود، النبات ما يقدرش. افتح المايك يا هدير. هدير، يس صح ولا غلط؟ رب ايوه يا هدير، فوز. تمام، اكسلنت. طب ايه الصح بقى؟ هنقول ايه؟ لاند كانت ميك ذير اون فود. تمام، اكسلنت، فيري جود. طب نمبر 2، يا عمر، the sun is the primary source of energy for all living organisms on the earth. True. تمام، good job. Number 3, there are some activities require a lot of energy such as hard work and sleep. يلا يا نرسي، افتح المايك يا نرسي، اوبن يور مايك. True. سليب سليب، فور. يعني عشان انام محتاجة طاقة كبيرة يعني. لا يبقى الإجابة ايه؟ فوز. ممكن احوش فور. كلمة السليب دي واكتب هارد وورك اند ايه؟ دوينج فور. اكسرسايزز، دوينج اكسرسايز، الناس اللي بتعمل تمارين في النادي او بتلعب في الجيم. طيب يلا نروح على الصفحة اللي بعديها، activity 5 food chain، يعني السلسلة الغذائية. شايفين البنت اللي بتاكل سلطة دي؟ يا سلام عليها، مش عارفة بتاكل ايه هي. تعالوا نشوف الكتاب بتاعنا الحلو ده بيقول لنا ايه. energy، على فكرة محدش يلعب في الشاشة عشان اللي بيلعب في الشاشة اسمه بيطلع وانا مش عايزة اقول على اسمي. طيب بص هنا معايا، activity number 5 food chain، يعني السلسلة الغذائية. energy for life، الطاقة للحياة. all living organisms eat food to get the energy they need to survive، كل كائنات الحية بتاكل علشان تحصل على الطاقة عشان تبقى عايشة. Living organisms feed on one another so energy passes between them. الكائنات الحية بتتغذى على نوع، عشان كده الطاقة بتنتقل من كائن إلى آخر. طيب ثالث نقطة، Living organisms can be classified into three groups according to their way of feeding. احنا بنقسم ال Living organism، كلمة classified يعني تصنيف أو تقسيم، يعني ممكن احش كلاسيفايد دي واكتب ديفايدد يعني تقسيم، نقسم يعني او نوزع. كلاسيفايد نصنف، يبقى الليفنج اورجانيزم كانت كلاسيفايد انتو ثري جروبس اكوردنج تو ايه بقى؟ وفقا ليه؟ هو احنا ايه الحاجه الاساس اللي احنا بنمشي عليه؟ على اساس الاكل بتاعها، بتاكل ايه؟ تتغذى على ايه؟ النوع الاول اسمه بروديوسر، هي الكائنات المنتجه زي النباتات اللي بتصنع غذائها بنفسها. الكونسيومر، الكائنات المستهلكة اللي هي بتتغذى على النباتات أو بتتغذى على الحيوانات أو بتتغذى على الاثنين مع بعض. ودي كومبوزرز، يعني الكائنات المحللة اللي بتتغذى على الكائنات الميتة. يبقى أنا عندي 3 groups of living organisms. Please repeat after me please. Producers، consumers. نعم يا مس ممكن تعلي صوتك شوية بس. حاضر، ثانية واحدة، معليه على الآخر أهو، على الآخر. حلو كده؟ كده صوت واضح يا جماعة؟ ايوه كده تمام. الحمد لله، تمام. الحمد لله. يلا repeat after me. producers، producers، producers تمام، consumers، consumers، consumers decomposers، decomposers. decomposers تمام، اكسبت. يبقى انا عندي كام جروب بقى من الليفنج اورجانيزمز؟ عندي 3، نمبر 1 البروديوسر، نمبر 2 كونسيومر، نمبر 3 ديكومبوزر. تعالوا نشوف قصه البروديوسر دي قصتها ايه.
يلا بينا نشوف. البروديوسر دي they are able to produce their own food in the form of glucose sugar which is rich in the energy. هي عبارة عن كائنات بتقدر تعمل أكلها بنفسها من خلال الأكل بتاعها بيتكون من سكر الجلوكوز sugar which is rich in the energy، وده غني جدا بالطاقة. التعريف العلمي بتاع البروديوسرز they are organisms that can make their own food and don't feed on other plants. هو احنا شفنا قبل كده شجرة راحت كلت الشجرة اللي جنبيها؟ لا طبعا، عشان كده بنقول don't feed on other plants، ما تقدرش توكل الشجرة أو النبات اللي جنبيها. يبقى التعريف بتاعها اختصارا يعني they are organisms that can make their own food، بس كده يعني هنقول الحتة الصغنطوطة دي can make their own food، بتعمل أكلها بنفسها. for examples إيه بقى الأمثلة؟ plant use energy from the sun to produce their own food by عملية اللي هي إيه؟ photosynthesis process. يبقى هي بتعمل their own food by making the what؟ photosynthesis process. طيب ملحوظة، nearly all of the producers on the earth are plants. قريبا هنلاحظ ان كل الكائنات المنتجة على الارض هي النباتات. هننتقل الى الكونسيومرز، الكائنات المستهلكة. مالها دي؟ تعرفها ايه؟ they cannot produce their own food. They cannot produce their own food، ما تقدرش تنتج غذائها بنفسها. They cannot produce their own food. They cannot produce their own food يعني لا تستطيع تصنيع غذائها بنفسها. Consumers تعريف بتاعها العلم بقى They are organisms that eat other living organisms. هي عبارة عن كائنات حية بتتغذى على كائنات حية توجد their energy عشان تحصل على الطاقة. طيب ليه يا مس؟ عشان ايه؟ ليه بتعمل كده؟ because they cannot make their own food، عشان هي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها. يبقى انا عندي بقى هنا في الصورة دي عندي انواع الكونسيومرز. الكونسيومرز الكائنات المستهلكة دي بنقسمها لثلاث انواع. النوع اللي بيتغذى على النبات بنسميه برايمري كونسيومر. النوع اللي بيروح ياكل الحيوان اللي بيتغذى على النبات سميناه سكندري كونسيومرز. النوع الثالث اسمه تيري كونسيومر، تيري كونسيومر اللي بيروح ياكل الحاجة اللي راحت تاكل الحاجة اللي راحت تاكل النبات. يلا نشوف بقى ايه الكتاب هيشرحها لنا تاني اهو. Examples there are three types of consumers which are، أول حاجة البرايمري كونسيومر. ايه يا مستر البرايمري ده؟ يعني المستهلك الأول. They are animals that eat plants، الحيوان اللي يروح ياكل النبات أول واحد. Many insects are primary consumers، معظم الحشرات تعتبر primary consumers. طب السؤال يجي هنا ازاي يا مس؟ هيروح عاطلك بقى يقول لك ايه؟ complete أو choose the primary consumers like نقط أو like space. هتروح كاتب ايه؟ insects. يبقى الحشرات هي اللي بتاكل ايه؟ النبات، عشان كده سميناها primary consumers. The secondary consumers they are animals that eat the primary consumer، عبارة عن حيوانات بتاكل البرايمري كونسيومر، يبقى بتروح تاكل البرايمري. مين بقى اللي بيروح ياكل الحشرات؟ البيردس. Birds are secondary consumers because they eat insects and other organisms that eat plants، علشان هي بتروح تاكل الحشرات. أو الحشرات أصلا كانت بتاكل ايه من شوية؟ النباتات. انا عايزك تفتح المايكات عشان اعرف انتوا فاهمين معايا ولا، افتح المايكات عشان لما اسال سؤال ولا تجاوب على طول. ماشي، مش لازم يعني ترفع ايديكم بعد كده، الحته دي محتاجه تركيز يا جماعه. يبقى انا عندي دلوقتي البرايمري كونسيومرز، المثال بتاعي عندي مين؟ الانسكتس. عندي المثال بتاعي الانسكتس. طيب يبقى انا لو قلت الانسكتس برايمري ولا سكندري كونسيومر؟ برايمري. حلو ممتازين. طيب السكندري كونسيومرز اللي هو مين؟ زي مين المثال بتاعي؟ واصلا السكندري كونسيومرز ايت ايه بياكل مين؟ الانسكت. انسك طيب
ثالث نوع بقى الـ tertiary consumer، they are animals that eat the secondary consumer، عبارة عن حيوانات بتاكل الـ secondary consumers. زي مين؟ زي مين اللي هو الجيتور، الالجيتور والتمساح. ماله الالجيتور ده؟ ده عبارة عن tertiary consumer، مستهلك ثالث. are often large meat eating animals، ويكون كبير خالص وبياكل على طول لحوم لحوم لحوم. ماشي، يبقى انا لو سالته قلت له الاليجيتور ده يعتبر تيرتلي ولا سكندري؟ ثيرتري تمام. ثيرتري تعالوا بقى نشوف قصه الديكومبوزر دي. ديكومبوز زي ريسايكل. خلاص اقفلوا المايكات ده دلوقتي عشان نركز في الحته دي. اقفلوا اقفلوا يلا، كلوز يور مايك. برافو عليكم دكتور. زي ريسايكل نيوترين، عباره عن ريسايكل نيوترين بيعمل اعاده تغذيه. They recycle nutrients back into the ecosystem through the process of decomposition of these organisms. بعد ما العصفورة تتاكل بقى وتموت، وبعد ما السمكية تتاكل، وبعد مثلا الكاو مثلا تتاكل، بيبقى في بقى حاجات بقى، أو مثلا بعد ما الحيوانات تموت تروح بقى إيه الديكومبوزرز تتلم على الحيوان الميت ده وتروح محللاه ومحولاه لمواد كيميائية خاصة بالتربة. هنعرف بقى الكلام ده دلوقتي. بص، يبقى they recycle nutrients back into the ecosystem. كمان مرة، يبقى فايدة ال decomposers ايه؟ they recycle nutrients back into the ecosystem، بتعمل إعادة تغذية مرة أخرى للبيئة من خلال عملية اسمها عملية ايه؟ التحليل أو تحلل، by making the decomposition process. طب مين اللي بيحصل له كده؟ ال dead organisms، الكائنات الميتة. طيب ايه التعريف العلمي بتاع ال decomposers؟ They are organisms that carry out the process of decomposition. هي عبارة عن كائنات بتقوم بعملية التحلل by breaking down or decaying dead animals من خلال تكسير decaying دفن الحيوانات الميتة، أو أثناء دفن الحيوانات الميتة. لما الحيوانات الميتة تتدفن تروح بقى الديكومبوزر تتلم عليها وتروح عاملة لها decomposition process، وتعمل كمان recycle nutrients back into the ecosystem. طيب أنا عندي نوعين من الديكومبوزر، فانجاي والبكتيريا. فانجاي ومين؟ وبكتيريا. ملحوظة، worms and millipedes are considered as a decomposer. شايفين الحشرة اللي فيها أرجل كتيرة خالص، عندها ملايين من ال أو آلاف من ال من الأرجل. الورمز اند الميلبيدز ار كونسيدرد از ا ديكومبوزرز، تعتبر مثال من امثله المواد المحلله او الكائنات المحلله. ورمز اند الميلبيدز ايت ديد ماتر اند بروديوس ويست which is rich in nutrient that increase the soil fertility for plant growth. بيقول لكم بقى ايه، الدوده دي تروح تتلم بقى على الحيوانات الميته او الكائنات اللي بتموت، وتروح واخدها واكلة بقى الحيوان الميت ده، تفضل تاكل فيه تاكل فيه تاكل فيه، بعد فترة تروح تطلع بقى تخرج ويست. الويست بقى اللي بيخرج منها بيكون ريتش ان نيوترينت، بيكون غني جدا وبيزود من خصوبة التربة. طب يعني ايه بس يزود من خصوبة التربة؟ increase the soil fertility، increase the soil fertility يعني بيزود من خصوبة التربة. From the previous explanation، من خلال الشرح السابق، we can conclude that نستفيد إيه؟ energy flows through an ecosystem between living organisms، يعني الطاقة بتنتقل من خلال الكائنات الميتة، الكائنات الحية. living organisms. The flow of energy through an ecosystem can be represented using a model shown, known as food chain. انتقال الطاقة خلال الكائنات الحية في النظام البيئي في الآخر خالص بنسميه food chain. طب إيه تعريف الفود تشين يا مس؟ It is a model that shows how energy passes from one organism to another. هذه الحتة المهمة اللي أنا عاوزاكم تحفظوها في التعريف. يبقى so أول حاجة إن هو موديل، يعتبر نموذج. Model that shows how energy passes from one organism to another in ecosystem. بس كده. يبقى أنا لو قلت لكم model that shows how energy passes from one organism to another الايكو سيستم، هيطلع مين؟ الفود ايه؟ فود تشين. فود تشين. يبقى تعريف الفود تشين موديل، نموذج، حاجه كده وهميه مش اساسيه على فكره، نموذج. It is a model that shows
how energy passes from one organism to another. تعالوا نشوف المثال هذا تفهموا أكثر من خلال المثال. دلوقتي البلانت العنب eating ball، يعني في حاجة هتاكله، الماوس يروح ياكل العنب، والماوس ده احنا سميناه primary consumer. eating ball هيتاكل عن طريق مين؟ الفار ده مين اللي هياكله؟ السنيك، التعبان يروح ياكل الفار، عشان كده سمينا السنيك ده secondary consumer. طيب السنيك ده eaten by eagle، النسر يروح ياكل الثعبان، علشان كده احنا سمينا الايجل ده tertiary consumer. tertiary ايه؟ تفتكري ايه؟ consumer. تمام ما شاء الله مصحصحين معايا، حلو كويس. From the above example، من خلال المثال السابق، we can conclude that energy passes from one living organism to another. من خلال الشرح اللي احنا قلناه ده عرفنا ان الطاقة بتنتقل من حيوان إلى آخر، أو من living organism to another، من كائن حي إلى آخر. Producers are considered as the first link in any food، أي سلسلة غذائية يا ولاد لازم تبتدي بالبروديوسر اللي هو نبات على طول كده. ثاني نقطة، consumers primary secondary and tertiary are considered as second link in any food chain، على طول السكند link يعتبر ايه؟ consumer، سواء بقى primary ولا secondary. طب آخر حاجة، decomposers are considered as final link in any food chain، اي سلسله غذائيه بعد ما الكائن يموت يروح جاي له بقى الديكومبوزر، عشان كده بنسميها final link. where they decompose the dead organisms and recycle nutrients back into the ecosystem. تعالوا بقى اسالكم سؤال، واللي يعرف يجاوب يجاوب على طول وبسرعه. number one، nutrients are recycled back to the ecosystem by. decomposer. تمام يا decomposer. مرحبا. تمام. living organisms that cannot produce their own food are called. بس يا ملك اقفل المايك يا ملك، استنى ملك وعمر يقفلوا بس يا عمر. ها بقيت الناس بصوا بقى ثانية. living organisms that cannot produce their own food are called. cannot produce their own food، ما تعرفش تعمل أكلها بنفسها، تبقى ايه؟ تبقى بروديوس يا سلام، أو واحد cannot produce their own food. كلمة cannot يا كريم ركز، هتبقى ايه؟ يلا يا عمر. كونسيومر. consumer يا جماعة، كائن مستهلك، نسيت ولا ايه؟ لما بقول cannot produce their own food. طيب آخر واحدة، living organisms that are able to make their own food in the form of glucose sugar which is rich in energy are called. طالما قلت able to make their own food، تعمل أكلها بنفسها، يبقى مين؟ producer أيوة كده تمام. بص بقى، لو الزوم خلص نفتح تاني ماشي، عشان أكمل لكم الدرس ده ونخلصه لكم خلاص، هي آخر حتة فيه إن شاء الله. يلا كده، activity number 6، energy flow، انتقال الطاقة. هنا مكتوب في الحتة دي as you know that all organisms need energy to do their activity and this energy flows through an ecosystem. يعني انتوا عارفين قبل كده ان الكائنات الحية بتحتاج الطاقة علشان تعمل ايه؟ أنشطة، والطاقة دي بتنتقل خلال ايه؟ النظام الجديد. There are organisms that cannot get energy directly from the sun. إن الكائنات الحية ما تقدرش تحصل على الطاقة بتاعتها بصفة مباشرة من الشمس، so they obtain their needed energy by eating other living things. عشان كده هي بتروح تتغذى على كائنات حية أخرى. You also learn that food chain shows the food relationships, energy relationships among organisms in different ecosystems. وعرفنا إن السلسلة الغذائية بتعرض ايه؟ العلاقة بين العلاقة بتاعت العلاقة الغذائية بين